بالتأكيد يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية، على حالات فوز مستمرة، على أيضا تحقيق نتائج طيبة. بالنسبة للفيحة، الانطلاقة الأولى، التهديد الأول، مارتينيز البرازيلي بتمريرة، أو الأرجنتيني إلى البرازيلي، الكرة عند تاليسكا، عادت من جديد إلى ريكاردو رايلر، عودة من جديد في وسط الملعب. على الجانب الآخر يأتيك النصر، تكلم عن الفريق اللي في شباكه 31 هدف، 31 هدف في شباك النصر هذا الموسم. النصر هذا الموسم بالتأكيد بأن رقم كبير في شباك النصر اللي سجل 43 هدف. تصويبه من مسافة بعيدة، محاولة لمصلحة الفيحة، والكرة مؤجلة من أمام الهلال، الفريق اللي حقق 7 حالات فوز، 10 تعادلات و7 خسائر، 10 تعادلات رقمك. عودة إلى سامي خيبري، تمريرة إلى الأمام، بقعاوي، وصلت إلى رايلر، ريكاردو، نقلة إلى أبو سبعان، نقلة أولى فيها جس ربط، فيها استحواذ فيحاوي، فيها وصول فيحاوي قريب من أمين بخاري، لكن عدت سليمة الكرة. عودة من جديد إلى فينسنت أبو بكر، وصلت إلى تاليسكا من مسافة بعيدة، ممكن يشوت، ممكن يجرب، وتاليسكا يعني أكثر. تعود إلى سامي خيبري، وصلت إلى حسين الشويش، موسم طيب للفيحة مع حسين مع الفيحة، يعني بعد مواسم عدة لعبها مع الرائد في خلينا حتى السيمي فاينل البطولة، وأبو بكر هداف تلك النسخة. انتظرون أيضا هداف آخر، كرة إلى لجامي، سقوط والتصويب، والكرة إلى ركلة ما كنت تجربة موفقة للاعب، أتى كلاعب حر. كرة بتصل من جديد، عادت إلى الأيسر، القائم يقف مع الضيوف لتبقى نصراوية، إلى حماد المنصور، عودة إلى بيتي، يعير عن تاليسكا، تاليسكا اللي بيحاول التصويبة، كانت ممكنة التغطية الدفاعية على طول في وسط هذا الضغط وفي وسط هذا الدفاع وفي وسط هذا العمل، في أجواء صامتة، في أجواء هادئة لم نعتد عليها في الفترة المباريات الأخيرة هذا الموسم، وخصوصا بعد الغيري، وبالتأكيد بأنه عقاب فيه الكثير من الرسائل لكل الجماهير المحبة والعاشقة لفريقها، في عدم اللي بتخسر مدرج كامل من عدم الحضور. شاريبوف الآن يحاول أن يسجل النصر أجمل حضور في غياب الجمهور، يحاول أن يسجل فيها عبد الرزاق حمد الله هدفين، وأندريا تسيما سجل هدف للفيحة في تلك المباراة، بينما مالك النصر الآن فيها أبو بكر، وصل الكرة إلى تاليسكا، لكن شوف أبو سبعان والأدوار الدفاعية، شوف أبو سبعان والأدوار الدفاعية، صليهم يتدخل في التوقيت على هدف. شوف بكم لاعب النصر، بكل لاعبين الآن في منتصف ملعب الفيحة، أبو بكر بيحاول على طول، ريكاردو رايلر يقطع الطريق من أمام النصر، بكل لاعبين الآن في منتصف ملعب الفيحة، أبو بكر بيحاول على طول، ريكاردو رايلر يقطع الطريق من أمام أبو بكر، عارف كرة بتعود من جديد في وسط الملعب، عادت. شوف يعني فوق ما أن المباراة هادئة وحد عن هدفه السابع، مالك العبد المنعم ايضا المتواجد في دكه البدلاء، كره من حسين الشويش، يعني اذا الفيحة يقدر يوصل من حل فردي راح يكون عن طريق سلطان مندش، سلطان مندش. شوفوا ريكاردو رايلر الان تغيير الاتجاه على طول في الجهه دي امام منصور الشمري، الواجبات الدفاعيه ممتازه من منصور امام بقعاوي، تعود من جديد لمصلحه السفري، بوسبعان، الكثير من الأخطاء، تراجع النصر بشكل كبير، النصر غادر البطولة الآسيوية، النصر لن يشارك في النسخة القادمة لدوري أبطال آسيا، النصر لدوري أبطال آسيا، النصر غادر بطولة كأس الملك، النصر في الدوري بعيد ويحتاج إلى معجزة كبيرة من أجل تحقيق اللقب. هذه الأمور، إقصاء محمد أبو سبعان بعد تدخله من أمام ماشاريبوف، وبالمناسبة ماشاريبوف حتى في مباراة الاتفاق السابقة بطاقة حمراء تسبب في إقصاء سنوسي هوساوي لاعب المرة، تسبب في إقصاء سنوسي هوساوي لاعب الاتفاق، والآن يتسبب في إقصاء محمد أبو سبعان أيضا. الكرة وصلت إلى ريكاردو رايلر، رايلر تعود من جديد إلى بيتي مارتينيز، فقط من أكثر من لاعب، شوف ثلاثة لاعبين، شوف حتى الوقفة بعد القطع للكرة، الكرة عادت لمصلحة الفيحة، رايلر، رامون لوبيز،
طالع مميزة حضرت إلى كرة القدم السعودية بيبانا وبتيزيلوس أيضا اللي كان مع الفيحة وكذلك بفيت فاتسيديس اللي كان مع النادي الكرة الثابتة الآن من بيتي عرضية وسامي خيبري خلصها وصلت إلى فينسنت أبو بكر جميل العمل جميل العرض للصربي فوكرازوفيتش حافظوا على نظافة الشباك كل ما نبحث عنه هو الخروج بنقطة من مباراة اليوم ستكون مكسب في ظل النقص العددي التعاون أيضا التعاون كان منقوص لاعب وفاز النصر هنا على أرضية مرسول بارك 3-1 هي الأخرى هذه المباراة السادسة من أفضل لاعبين النصر في الشوط الأول إلى جانبي باشا فبا مسعود هو الآخر كان واحد من أفضل لاعبين الفيحة في شوط المباراة الأول حسين شويش فيما تبقى من هذا الشهر وفي انتظار أيضا الشهر القادم شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم وجعلنا فيه بيتي مارتينيز تمريرة إلى ماشاريبوف والعرضية لكنها تجد السفري أمامها في هالمرة الكرة عادت إلى بانا تحت الضغط لجوليانو وكذلك لفهد الجميعة 6-0 هي أكبر نتيجة كانت بين الفريقين لكن تلك المباراة كانت في مسابقة كأس الملك أصر شوفوا الاستحواذ طولاً وعرضاً النصر يقدم العرض الآن الكرة إلى بيتي سليهم لكن التغطية الدفاعية من رايلر عادت إلى بانا وصلت إلى وقت آخر بعد المباراة في يوم تمرين آخر ممكن على كل حال التغيير بإشراك علي الزقعان مكان باراجيت الملآن هذه خطيرة فينسنت أبو بكر باليسرى وتأخر كثير فينسنت تأخر كثير عادت لمصلحة الفيحة هل فيها تحول لمصلحة الفيحة هل فيها تحول سريع ولا لا لا يزال التحول بطيء لا يزال التحول بطيء الكرة عادت إلى سلطان مندش سقوط لفينسنت أبو بكر القرارات قد تسبب لك المشاكل في الأيام القادمة الكرة عادت من جديد تصويب وفرصة وأمين بخاري بيخلصها أمين عادت في الجهة اليسار استلام من ريكاردو رايلر على التوالي خاطئة الآن جوناثان وعبد الفتاح عسيري خلاص روسو جالس يشوف من عنده حل هجومي تعال الآن هذا وقتك هذا المهاجم الصريح مكان أبو بكر كرة وصلت إلى بيتي تمريرة إلى الأمام لا بيتي هذه الثالثة يا بيتي هذه الثالثة على التوالي الكرة عادت من يعرف أن هذه الكرة ستكون بهذه الاستحالة عليه أن يتصدى لها لا فلاديمير ستويكوفيتش ولا كل صربيا راح يردوا نام الكرة عادت خالد لمصلحة بقعاوي وصلت إلى سامي خيبري والتمرير الفيحة يسجل في شباكة الهدف رقم ويقفز إلى وصافة الترتيب العام ولو بالشكل المؤقت طبعا بالنسبة للنصر في انتظار نتيجة مباراة الشباب وفي انتظار أيضا نتيجة مباراة الهلال اللي ستكون من أمام النادي الأهلي يوم الغد في قمة الجولة وفي قمة منتظرة كرة ملعوبة من السفري طويلة ماشاريبوف آيات متتالية بصفة أساسية مع النصر هذا الموسم هذه أول مرة طبعا 5 مباريات كرة تقدم فيها عبد الفتاح وكان سببا في هدف نصراوي تسجل ولا زال هو الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن ونحن نقترب من الدخول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أيها السيدات والسادة أيها الأحبة مشاهدين الأكارم النتيجة بهدف نصراوي دون رد كرة إلى الأمام فيحاوية باتجاه الزقعان فيها خطر إذن علي الحسن يبدو بأنه هو من سيكون ورقة روسو الأخيرة كرة طويلة إلى الأمام عادت إلى فواز فلاديمير يرفض هدف نصراوي آخر قطعها من أمامي جوناثان وتصدى لكرة الغنام لتعود من جديد لم تنتهي بعد لا زال النصر لم يفز بعد ومن الممكن أن يكون ورقة روسو القادمة الكرة ملعوبة إلى الأمام حكم اللقاء يوقف اللعب وسط احتجاج وغضب كبير